أوضح مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء محاولة أحد العناصر الإرهابية زرعها في طريق الحسينية بالحديدة. وأكد المصدر أن الانفجار لم يخلف أي ضحايا سوى الإرهابي الذي تمزق جسده إلى أشلاء، موضحا أن الأجهزة الأمنية طوقت منطقة الانفجار وشرعت في التحقيق لمعرفة هوية الانتحاري وملابسات العملية الإرهابية. محاولات يائسة ومستميتة لإثارة الاقتتال الداخلي.